التراك اللي انا اتكلم فيه دوت تراك انا كنت حابب اعمل حاجه توفي القوات المسلحه حقها، لان انا عندي فكره الجيش، وده بامانه الله برضه اي حاجه هتكلم عنها تبقى صادره مني كلنا. وانا طبعا يعني لا كلنا طبعا يعني علشان الناس بتقول اصل هو بيتكلم في الحاجات دي علشان لا خالص هو ده حاجه من قلبي دي وطنيه ناس حب البلده كده انا بقول ده بديهي اصلا ياما الناس برضه بتتكلم في حاجه زي كده. ففكره الجيش ان جنرال على مستوى الكوكب وخاصه في مصر ناس بتعيش علشان ناس بتموت علشان ناس تعيش تفضلك. فقلت لها انا عايز اعمل كلام في دماغي كده، عايز اعمل حاجه شبه ودي امنيه، عايز اعمل حاجه شبه مصر تتحدث عن نفسها في نفس الفخامه اللي هو لما تسمع تحس مصر فعلا، وهنضيف عليها شيء برضو لمسه معاصره. فراحت كاتبه ايه؟ يا جنود الله يا جيوش القاهره، جل شان علاه جعلك لعداك قاهره، مصر درة الأكوان ادخلوها في أمان، تارتيل ذكرك من الرحمن في التوراة والإنجيل والقرآن. كل ده حاجة كده السنباتي ستايل كلحن شرقي قوي في مقام راست. بعد كده تلاقي صوت ألتراس أو صوت جماهير بتقول إحنا أقدم جيوش الأرض ومن فات قديم تاه، واللي هينسلنا عرض يشوف ما لا يحمد عقوباه، عندنا رجالة طريقهم سد الخوف في قلوبهم شيعناه، رجالة بجد ما يهابوا حد يحاربوا عدونا بسم الله، جيشنا مركب سلام مش ناوية على الغرق، بطل همام على الحدود في الشمس غرقان عرق، مهما جلده من نار الحر برضه اتحرق، بصليبه او مصحفه وفي وسط النار اخترق، ارضنا بتجود ورجالنا اسود، رجاله ما عندهاش طريق مسدود، بطل يقول الجوده بالموجود وقلبه صافي كما ضحكه المولود، رجاله شياله وسط النار تبات، ابطال تتهزلهم الارض والسماوات، يرجوا الكون ويزلزلوه بغضبهم، حالفين يجيبوا حق الشهيد اللي مات. وتسمعي صوت زغاريد تقول لي كان الشهيد ده شهيد ضحكته نور وسلام في السكرة الأخيرة، شهيد ضحكته نور وسلام في السكرة الأخيرة، والسماء بتحضنه ببشارة ربنا الكبيرة، الله أكبر على الجدع في المعارك ماله زي شهيد في الجنة حي، والتراب ارتوى بنور دمه ضي، احنا أقدم جيوش الأرض ومن فات قديم وتاه، واللي هيمثلنا عرض يشوف ما لا يحمد عقوباه، عندنا رجاله طريقهم سد الخوف في قلوبهم شيعناه، رجاله بجد ما يهابوا حد يحاربوا عدونا بسم الله، يا جنود الله يا جيوش القاهره، جل شان علاه جعلك لعداك قاهره، مصر دره الاكوان ادخلوها في امان، تارتيل ذكرك من الرحمن في التوراه والانجيل والقران. الله حلوة قوي قوي. وكتبت في الصوفية كمان يعني حبيبتي. حبيبتي احنا عندنا غنوة عملناها في مسلسل الحلم مع المخرج الكبير حسني صالح، وكانت هي برضو اللي كتبها. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصل على الارقام التالية. الفا قنوات الأسرة العربية.